الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة خرطبيطة اليوتيوب. النهاردة هنصور فيديو كده غريب شوية عن تأكيد يدوي لطائر الباجي او عصفور استرالي. هو كده طبعا بعد ما اكلته هوريكم بقى ازاي تم تأكيله وازاي قدرت ان انا اطعمه كأن بالظبط امه اللي بتطعمه، لان انا فصلته بعد 25 يوم من امه لأسباب كتيرة أوي، إن بدأت تضربه وبدأ تطرده بره العش، فأخدته أنا والحمد لله قدرت أكله يدوي. تأكيل يدوي سريلاك، معلقتين سريلاك كبار على نص أو تلتين كوباية مية، وهو هيقدر يطلب الأكل ويتعود عليه بسهولة بعد كده. انتظرونا وشوفوا ازاي هيتم تأكيله. شكرا. من العصفور ده هيبقى صاحبك ويجي معاك في اي حته وتقدر تخرج بيه ويطير لك ويجي لك وتصفر له يجي، هيبقى يعني خلاص اتعود عليك وانت ربيته على كده. ده يا جماعة التأكيد اليدوي للعصفور، لازم نديله السرنجة كده، ده سريلاك بمية دافية، لازم نديله السرنجة من اليمين داخلة كده من على شمال بقه لليمين، وهو هيتعود بعد كده. الأول ما كانش بيعمل معايا كده، بعد كده اتعود وهتلاقيه هو بيطلب الأكل بنفسه. تمام، فده عنده كده 25 يوم بيتفطم من أمه، وتبدأ إن أنت تعمل لوحدك تأكله لوحدك. العملية تبقى متعبة في الأول، بعد كده تلاقي الموضوع سهل جدا. هي دوبك سرنجة كده أو اتنين وخلاص، وتديله كمان ساعتين تلاتة ياكل تاني. بس هو تلاقيه بياخد الاكل لوحده من غير اي مشكله، هتلاقيه اتعود. بس خلي بالك بعد كده بقى هتنضف له مطرح ما وقع تحت بقه والكلام ده كله. العصفور ده بعد كده هياخد عليك ويعتبرك في مقام امه بالظبط. خلي بالكوا يا جماعه، السرنجه من الشمال ليمين بقه، يعني تضربه من ناحية الشمال كده في الاتجاه ده، عشان ده مجرى الأكل ناحية يمين من قارب. هو خلاص خد منين، كان معذبني. بعد كده خلاص اتخد عليك، متعود ان هو ياكل من ايدك بالشكل ده كده بالظبط. وطبعا عمال يطلب اكل، احنا مش هنطوع، هي الخلا بتاعته اتملت اهي زي ما انتم شايفين تحت. يعني اديله فرصه وهيفضل يسوق كده ويطلب الاكل، ولا تسال فيه بعد كده خلاص، لان هيبقى غلط عليه بعد كده. انت ما تضروش، ما يصعبش عليك. شكرا، مع تحياتي.